بالضم لا بالفتح. مما يلحن فيه بالفتح وحقه الضم هذه الألفاظ: جمهور وعصفور وصندوق وخرطوم وبرغوث، كلها بضم أولها وفتحها لحن. والمناخ بضم الميم، وهو المكان الذي تناخ فيه الإبل، ثم توسعوا في استعمال المناخ حتى أطلق على ما هو معروف اليوم، وفتحه خطأ. وبعضهم يقول عطارد بفتح أوله للكوكب المعروف، وهو خطأ، والصحيح عطارد بضم أوله. ويقولون قشعريرة بفتح القاف وسكون الشين وفتح العين، وهو خطأ، والصحيح قشعريرة بضم القاف وفتح الشين وسكون العين على وزن طمأنينة. ومنهم من يفتح الطاء وهو لحن أيضا. ومن ذلك وضعت الأمر نصب عيني بضم النون، نصب عيني أي أمامها، وفتحه بمعناه هذا خطأ.